تسعى وزارة الداخلية وبالتعاون مع هيئة صندوق العمل تمكين إلى بناء شباب المستقبل وتزويدهم بالمهارات اللازمة التي تمكنهم من خوض غمار الحياة بكل ثبات، وذلك من خلال المعسكر الصيفي السنوي الذي تنظمه. تجسيدا لمنهجية الشراكة المجتمعية والحرص على تربية النشأ على القيم الوطنية وتعزيز معايير الولاء والانتماء، يأتي انطلاق المعسكر الصيفي الذي تنظمه الأكاديمية الملكية للشرطة بالتعاون مع تمكين. بدأت فعاليات هذه المعسكر من 2009 ووضع اللمسات الأساسية، وتكوين هذه المعسكر نابع من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد ولي العهد الأمين، هو اللي حط أساس هذه المعسكر، ومن ثم بدأت وزارة الداخلية بتحديد الأهداف المرسومة لهذه المعسكر. ومثل ما أنت أو كل اللي شاركوا معانا عارفين شنو أهداف هذه المعسكر، فلذلك احنا نحرص دائما على الأهداف الأساسية اللي هي في تمكين المواطنة في النشء والشباب المشاركين. يمثل المعسكر الصيفي محطة مهمة على طريق بناء شباب المستقبل وتزويدهم بالمهارات التي تؤهلهم للتعامل مع التحديات، وهو ما يتضح من خلال البرامج والفعاليات والزيارات التي يقوم بها المشاركون والذين يتجاوز عددهم 1000. يتم الاستعداد لهذا المعسكر من تجهيز للكادر، من تجهيز لبرامج، دائما نحاول ان احنا ننوع في البرامج عن البرامج اللي سبقت، على اساس انه يكون هناك نوع من التغيير واستفادة أكثر. فطبعاً هاي بشكل عام الاستعدادات تكون دائماً قبلها بشهور، يعني إحنا بدأنا في شهر 7، الاستعدادات ممكن قبلها بست شهور ممكن أكثر. أمانة يعني شراكتنا مع وزارة الداخلية المتمثلة في المعسكر الصيفي من أنجح وأقدم الشراكات اللي نشوفها متجددة سنوياً. احنا نتكلم عن معسكر ياتي في سياق اهداف تمكين لتهيئه الشباب لسوق العمل. احنا ما نتكلم عن معسكر ترفيهي، امانه احنا نتكلم عن معسكر يغرس في الشباب امانه اخلاقيات سلوكيات بيحتاجها كاسلحه له وينجح ان شاء الله فيها في سوق العمل مستقبلا. يبقى التأكيد على أن مهمة إعداد شباب المستقبل مسؤولية مجتمعية بالأساس، تتكامل فيها جهود الأسرة والمجتمع والجهات المعنية سواء كانت حكومية أو أهلية، ما يتطلب من الجميع النهوض بمسؤولياته وصولا إلى مستقبل مزدهر للوطن.